زهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. فارسة ميدانها بلا منازع، كان صوتها يتردد على المسارح وفي الحفلات يبعث البهجة والمرح إلى الليالي. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع ملكة المونولوج العربي الفنانة ثريا حلمي. أشكرك جدا، ده تقدمه يعني يمكن ما استاهلهاش. لا ازاي مدام ثريا، ده انت تألقتي وانت اسعدتي ملايين القلوب. الله يخليك. والله يعني وبحيويتك وصوتك ولونك المميز اللي ما جاش زيه في المونولوج، لا يمكن، بنحس ان مكانك خالي وبنفتقده حقيقي. والله ده انا بقى يعني اتقالت قوي حاجه زي كده. انت فين من زمان؟ ايه ليه؟ لا ليه يعني الاحتجاب؟ ليه الغياب؟ لا انا يعني موجوده برضو، بس يمكن في حدود، مش يعني مش زي الانتشار الاولاني. يمكن تقول كبرت، يمكن تقول عجزت، يمكن تقول استقريت، يعني يمكن تقول يعني بعدت شويه عن الجو الفني. اهو كل ده على بعضه. لا يعني نلمس الخشب. ولا بالعكس، انت كلك شباب وحيويه يعني ما شاء الله يعني. ميرسي قوي. وبعدين بتقولي استقريتي، هو الاستقرار يمنع الفن؟ لا مش كده، يعني جت فتره ليا يعني كان المجال الفني شويه كان في شيء من المعاكسات للناس، يعني يمكن القدام شويه، فقالوا لك ايه، نبتعد بقى، نخلي الجيل الجديد ده يعني ياخد مكانته. بس والله يعني الحقيقه هو كلام لطيف اللي بتقوليه، ويدل على طيبة قلب وعلى أصالة، انك انت بتسيب الفرصة للجيل الجديد. ما هو ده لازم يعني. بس للأسف، ما هو ده انا عاوز اقوله. هو فين؟ للأسف الشديد انه يعني ما حدش لمع في يعني في مهنة المونولوج نفسها. يعني يمكن في جيل جديد لمع في أعمال تانية فنية يعني تانية، إنما في المونولوج للأسف يعني ما حدش ظهر فيه. هل مدام ثريا، هل المونولوج بتاع يعني عقدة وعملية؟ طبعا ده خطير جدا. لا ده خطير جدا. المونولوج ده صعب قوي. أمال أنا يعني يعني تعبت ليه؟ لأن يعني عملية المونولوج، أولا إن ما كانش اللي بيؤدي المونولوج متمكن من نفسه وعنده الثقة بالنفس طبعا بالله أولا، وبعدين إن ما كانش دمه خفيف كمان زيادة عن اللزوم، لأنه بيقول ساعات في المونولوج كلام يعني قاسي أو نقد قاسي، لازم تخففه بشخصية الفنان اللي بيؤدي نفسه عشان يبقى خفيف على المستمع يعني نفسه. لا هو بطبيعة المونولوج عشان يوصل للناس لازم صاحبه يكون دمه خفيف، لأنه بيعبر بوشه وبيعبر بجسمه. ده تمثيلية قائمة بذاتها. المونولوج أنا بعتبره تمثيلية قائمة بذاتها، بس اللي بيؤديه فرد واحد. صح. فشوف بقى الفرد الواحد ده لازم يكون إيه؟ يعني يكون ايه يعني مليان قوي الشخصيه، مسيطر على المسرح. شوف بقى لما يطلع فرد واحد يتحكم او يقود كجمهور مستمع يعني بالالاف بيبقى سامعه، ده لازم تكون مقدرته يعني من عند ربنا بقى. لا وخصوصا انه الجمهور بيتوقع انه المونولوجيست هيلعب معاه وهيشاغب معاه، فإذا ما كانش المونولوجيست على المسرح قادر يمسك. لا يمسك، لازم يمسك الزمام يعني. يعني الجمهور مهيئ إنه يسمع حاجات مرحة وحاجات ضحكة ويتفجر حيوية، وينتظر هذا من المونولوجيست. يعني شخصية ممثل مرح دمه خفيف
وايضا موسيقي يعني ودنه موسيقيه جدا. ضروري طبعا ده ضروري طبعا. يعني صحيح المفروض في المونولوجيست انه ما يكونش صوته جميل انما صوت مؤدي. ما يكونش نشاز طبعا انما يكون صوته راكب على المقامات. يعني ودن موسيقيه تمام يعني طبعا. حتى ساعات هو يحاول يخلي صوته عريض ازاي يعني معلش ده يمكن في بالنسبه للموضوع اللي بيقوله. يعني ساعات انا مثلا بمثل شخصيتين ثلاثة تكون مثلا واحدة ست اهو صوتي ست صحيح انما في راجل بيرد عليها وما انا بحرض صوتي بقى لا لا يعني مش فاكرة بقى يعني في بعض مونولوجات بيبقى في يعني اخد ورد بين شخصيتين يعني لازم اادي ده عشان يبان ده من ده. طيب مدام سرية يعني عرفنا فعلا ان المونولوج بيحتاج لمواصفات ما هيش سهلة يعني المطربة مش ضروري يكون دمها خفيف يكفي ان صوتها يكون المطربة ان صوتها حلو ويعني شكلها مناسب وخلاص يعني ده بالنسبة للمطربة. طيب هذا الابتعاد اللي حصل من ناحيتك بالنسبة للمونولوج هو مش بس خاص بالاشخاص المونولوجيست وانما بفن المونولوج نفسه يعني احنا فعلا بنحس انه فن المونولوج ايضا هو بيبتعد عموما فتفتكري ليه؟ ما هو بقول لحضرتك يمكن زمان هرجعك بقى ايه لتاريخ ما قبل التاريخ يعني انا ابتديت حياتي الفنية في سنة 39 مش هقول سني بقى عشان ما حدش يفقسني بس والله اشكرك على صراحتك لان ما حدش بيقول لا انا ابتديت سنة 39 عند السيدة بيبة عز الدين الله يرحمها صالة يعني صالة نايت كلاب هو ملح. مش نايت كلاب يعني زمان كان النايت كلاب كان بيقدم برنامج فني كمسرح أي. يعني مش كباريه كده ويخشوا يسهروا ويشربوا وحاجاتها كده لا ما كانش كده أبدا أي. كان اللي بيخش يتفرج على بروجرام في التمثيلية وفي المغنى وفيه الاستعراض وفيه المونولوج وفيه الطرب يعني كل المجموعة دي بتؤدى في الملهى الليلي ده ده الحقيقة مفتقد هذا يعني كأنه مسرح منوعات كامل ويمكن اللي كان زمان بعد كده يعني عاوز يسهر بقى بعد البروجرام او بعد العرض بيخلص الساعة كام لا كان العرض بيبتدي مثلا 9:30 يعني كان الواحد كان بيظبط ساعته على فتحة الستارة يا سلام الساعة 9:30 يخلص الساعة 12 ده البروجرام بتاع المسرح الرأس بقى بعد كده يعني الجاز بقى يبتدي بعد كده بس كان ايه جمهور تاني اللي بيخشه انما المتفرج بتاع المسرح كانت احسن العائلات بتيجي يعني عائلات كامله بتيجي كزوج وزوجه واولاده واطفاله وحاجات زي كده ليه لانه مكان محترم يعني ما كانش فيه خوف بانه يحصل مثلا شوشره خناقه حاجات زي كده فكان الجمهور ده بيخرج بيروح خلاص اتفرج بعد كده في جمهور جديد تاني اللي بيجي يسهر للجاز ده جمهور اخر الليل اخر الليل فعلا انما شيء عظيم جدا انه بتحكي لي على قيم ظريفه بنفتقدها دلوقتي يعني مثلا لما بتقولي الساعه 9:30 بالظبط الناس يظبطوا ساعتهم على رفع الستاره صح يعني عايز اقول لك حاجه كمان يعني يمكن الجيل اللي هو يعني طلع معايا او اللي قبل مني كمان عنده كان احترام للعمل بتاعه في اي ناحيه مثلا لما يقولوا لي عندك اوردر الساعه 8 في استوديو كذا لازم تكوني موجوده وتكوني قدام الكاميرا الساعه 9 فتلاقيني انا من الساعه 7 بدل ما يبقى 8 اكون موجوده في الاستوديو عشان مثلا في احتمال يمكن العربيه اللي انا رايحه فيها يحصل لها حاجه او بتاع يبقى برضو اكون قبل 8 اللي هو ميعاد الاوردر عشان اكون 9 جاهزه
يعني الحقيقة يمكن بنفتقد ده دلوقتي، الاحترام الوقت واحترام الفن وتقديس الفن. ما هو ده يعني أنا بعتبره ده يعني زي الوصايا العشر، يعني أقول إنه ده له مكانة، يعني أحترم الميعاد، أحترم العمل، أحترم الجمهور، لأن الجمهور اللي جاي ده إذا ما يعني إن ما احترمتوش يبقى هيحترمني إزاي؟ صح. أو مثلا إذا ما اديتوش اللي هو دافع ثمنه، ده جاي بيتكلف عشان يتفرج، إذا ما اتفرجش يبقى حرام اللي دافعه فيا أو في غيري أو في الفرجة عامة يعني. مدام ثريا، المسارح دي مش موجودة دلوقتي؟ لا، مفيش لون يقرب منها حتى؟ أنا بعتقد إن دي انقرضت. يعني بدليل إنه العروض حتى إذا كان في مثلا ملاهي ليلية بتقدم عروض بتقدمها الساعة 11:30 12، ده أنا بعرف إنه في بعض الفنانين بينزلوا من بيوتهم الساعة 1 صباحا عشان تروح تعمل نمرتها، تخلص الساعة 3 4 الفجر. أظن ده ما يعني مش وبعدين وبعدين اللي بيقدم دلوقتي في هذه العروض نمر محدودة، إنما التاني كان عرض كامل، كان شامل. يعني أنا أتذكر إنه كانوا بيشتغل معانا مثلا، صحيح كلهم توفوا إنما بفتكرهم إنه الأستاذ بشارة وكيم عبد الفتاح القصري، مثلا في الأستاذ فهمي أمان ربنا يدي له صح عايش، كانوا بيعملوا يعني مسرحية من فصل واحد يبتدوا بيه المسرح. يعني شوف كان من أكبر الفنانين بتوعنا كانوا بيعملوا مسرحية من فصل واحد، أدي فاصل تمثيلي وبعدين بيطلع مثلا مطرب. يعني أنا أعرف أن الأستاذ فريد الأطرش الله يرحمه تخرج من عند السيدة بديعة الله يرحمها برضو، بديعة مصابني، في الأستاذ برضو الله يرحمه محمد فوزي، عبد الغني السيد وربنا يدي الله يرحمه ألف مرة، وفي ربنا يديهم الصحة الأستاذ عبد المطلب والأستاذ إبراهيم حمودة. كل دول يعني طالعين من الملاهي الليلية دي وطلعوا أساتذة. عبد الوهاب لا ما كانش في مسرح غنائي، مش لا اعتقد انه كان مع في السيدة منيرة المهدية او حاجات زي كده. ده يبقى انا قبل بقى ما تولد بكتير بقى. لا ما كانش مسرح منوعات منيرة المهدية، ما كانش مسرح غنائي كامل، كان يعني الاوبريت او بس. يعني شايفة كل فنان كان بيخرج من هذه المدرسة اللي كان ليها الفضل الأكبر على هؤلاء الناس هي بديعة مصابني. فعلا بديعة مصابني، وبعد منها ببعز الدين تلميذتها، لأن أخدت روح الطريقة بتاعتها، أخدت منها يعني روحها وجوها. يعني هل أنت اشتغلتي مع بديعة مصابني؟ اشتغلت. أيوه. الست دي كانت بتمتاز بإيه؟ مواصفات إيه؟ والله هي بتمتاز بقوة الشخصية وباحترامها لنفسها ولعملها. أولا ده كل اللي يهمها، ان ما كانش في بنت او فنانه، يعني في سيده تحيه كاريوكا برضو، سيده ساميه جمال، كل دول برضو متخرجين من عند سيده بديعه، فكل دول بقوا نجوم. نجوم ليه؟ لانهم اتربوا على ايديها ازاي يحترموا عملهم الفني. طب اديني مثال لاحترامها لفنها او يعني قدرتها الإدارية على إنها تمسك الفنانين وتخليهم ينضبطوا. هقول لحضرتك حاجة، يعني كنت مثلا في بروفا، كان في مدير مسرح بيبقى موجود وساعة محطوطة على المسرح، في مثلا استعراض فبيجمع كل الفنانين اللي بيشتغلوا الساعة 12 البروفا، اللي يجي مثلا 11:05 أو 12:05 في غرامة، الغرامات دي كل 5 دقايق بتزيد تصاعدية، يعني حسب طبعا احنا كانت اجورنا اياميها يعني بسيطة جدا. يعني معلش انا اول ما ابتديت ب 18 جنيه يمكن انا كنت بمتاز شوية عن زملاء ليا كتير. 18 جنيه كان مبلغ هايل، يعني كنت يمكن كل شهر بكسب 5 جنيه. كنت بروح اشتري فستان سواري وجزمة وشنطة، وأحيانا بشتري مثلا إيه خاتم إسويرة حاجات زي كده. ده كان
كل ده من 18 جنيه ده 18 جنيه كمان وبصرف على البيت. كانوا مبروكين قوي. فطبعا اولا واللي كان بيجي مثلا بدري وفي عنده اجتهاد وبيحافظ على وقته وحاجات زي كده كان له مكافأة. يعني فيه الردع. أيوة وفيه المكافأة. يعني مثلا أفتكر أنه كانت مدام بديعة أو مدام بيبة لما يجوا هم متأخرين كان مدير المسرح بيعمل غرامة لصاحبة العمل. يا سلام. على مستوى أكبر طبعا في المبلغ. وكانت بتدفع فوري. يعني ليه؟ لأن لو اتحولت على الحسابات طب ما هي داخلة في جيبها برضو. صح. إنما كانت بتدفع فوري وتتاخد من صاحبة العمل ويبعتوا يجيبوا مثلا ايه كنافة معرفش للفرقة تاكلها. يعني برضو عقوبة رمزية. رمزية لطيفة. إنما لها يعني تحس بيها برضو. ده قطعا هي بتعمل كده قدام الناس عشان يفهموا ان مفيش حد احسن من فوق حد. لا فوق النظام. مظبوط. مش حد فوق النظام. لا يعني. لا أبدا. طيب يعني ادي قدرتها الاداريه والانضباط والحسم. ومثلا اذا حصل اي شيء في الصاله في اثناء العرض مهما كانت الشخصيه يعني يمكن لو واحد وشوش واحد كده وهم بيتكلموا وفي عرض على المسرح كانت بتقومهم. بتقول له اتفضل حق التذكره اللي انت دخلت بيها واطلع بره. ما دام مش بيحترم الفن ملوش مكان. يبقى ملوش مكان. كمان بيقولوا كان قلبها كبير جدا. يعني كانت يعني ما هي كانت ست محسنه جدا. انما ما تعرفش لمين. هي كان في مهيات بتروح لبيوت وهي في الخفاء. شوفي ازاي بعد كل هذه السنين انت لاحظت انك لما بتكلمي عنها ما بتقوليش بديعه بتقولي مدام بديعة. طبعا. ما بتقوليش بيبة بتقولي مدام بيبة. طبعا. شوف ازاي. لا لانهم علمونا الاحترام. بيتغرس الاحترام. مزبوط. للفنان في نفس وكان احترام الوقت واحترام العمل وكله. طيب الاستعراضات كمان من الناحية الفنية بقى كانت انا اذكر انا حضرت طبعا بعض هذه العروض. وكنت ببقى مبهور بما يقدم على المسرح. صح. وبقول ده لو صح. كان تطور ومشي مشي الطبيعي كان زمان المسرح الاستعراضي عندنا حاجة خرافية. ومع انهم مثلا افراد وما فيش دراسة كافية وافراد يعني مثلا انا يعني اشتغلت مثلا هنا في مؤسسة المسرح عملت اوبريت وداد الغزية مع مدام هدى سلطان. كانت عرض مسرحي كبير يعني فكنت بقارن بين الاستعداد الكبير اللي موجود في مسرح البالون عندنا كأجهزة ومعدات ومجاميع كبيرة جدا وحاجات زي كده خبراء وكنت بقارن بين اللي بيتعمل وبين اللي كانت مثلا مدام بديعة بتعمله. فببص الاقي بانه بالامكانيات البسيطة دي كان بيتعمل احسن. يا سلام. أروق وفي تركيز. ومع انه كنا بنعمل ايه كان كل 15 يوم لازم في تقديم برنامج جديد. يعني كل 15 يوم كل 15 يوم بتقدم عرض جديد. وكان في اقبال على المسرح من الناس. يعني كانت التذكره بكام؟ لا دي كانت كلام فاضي يعني بالنسبه كام دلوقتي يعني انا اصلي اياميها ما قطعتش تذاكر صحيح. انما على ما اعتقد انها كانت بسيطه جدا 50 قرش مثلا لا 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 ما فيش كده لا 50 قرش ده اللوج يمكن او البنوار. إنما وبعدين كنت بتذكر انه كنا بنعمل حفلات ماتيني. كان عندنا مثلا الماتيني يبقى يوم الجمعه والحد كان ماتيني وسواري يبقى بنعمل حفلتين في اليوم. وكان في حفله اضافيه اللي هي كانت يوم الثلاث للسيدات برضو ماتيني. ايوه بتعرفي والله شيء تاريخ فني جدير بانه يتسجل فعلا. يعني انه الجيل الجديد من الفنانين ما يعوش على حاجات زي كده. لا وبيبقى اللي بينجح فيهم بيبقى يكون الطريق سهل وبيبص يلاقي نفسه ده طلعوا في القمة في وقت يعني في منتهى السهوله. يعني احنا ابتدينا لا كان مثلا لا تلفزيون ولا اذاعه ولا
سينما ولا حاجات زي ولا حفلات كبيرة طبعا كانت موجودة. معلش انما ما كانتش بتستغل الالوان دي, ما كانش فيه تسجيلات ولا الحاجات دي, لا ما كانش ده. فيعني احنا طلعنا يعني طلعنا السلم ده واحنا بننهج. طب نسمع يعني تفكرينا بروعة هذه الايام ونسمع منك مونولوج مثلا كان مشهور ليكي, مونولوج عيب والجمهور كان بيرد عليكي وكذا لا بس المونولوج ده يعني على الاواخر يعتبر. انما اللي كانت اياميها مثلا كان اللي مشهور لي مثلا المونولوج اللي اسمه فتح ابن فتح شوف مين بيكلمك ده اللي كنت يعني اشتهرت بيه البلدي ده كان مونولوج عظيم الحقيقة. و طب ما تفكرينا بيه كده مدام سرايا حتى منه. هقول لك بقى من غير مزيكا كده ما ينفعش وحاجات زي كده زي ما هو الجمهور هيتصور يعني. يعني كان بنقول ايه, فتح يا ابني فتح شوف مين بيكلمك, طب ده انا واد مصحصح مشهود لي في حتتك, فاشر انت تزقاني فاشر انا يماني, ياخ فتح يا ابني فتح يا وبعدين يعني بقى كنت بقى عيلة لسه اياميها. وايه الحته اللي فيها البلدي بتقول ايه؟ لا ما هو بلدي يعني انا كنت بلبس الجلابيه البلدي والعصايه مش عارف اكل البلدي ومش عارف لا ده مونولوج تاني ده غير بس اللي انا اشتهرت يعني بيه في الوقت ده كان هو فتح. وكنت بقى وصف لنا شكلك وانت ماسكه عصايه اظن وعامله فتوايه. كانت العصايه اطول مني لان ما اعرفش انا صحيح قلت لك انا ابتديت سنه 39 بس كان سني بتاع 13 14 سنه وكنت يعني مفعوصه كده وحتى كان في يعني كانوا مسميني او المونولوجيست اللي بزنبلك يعني يملوني ويسيبوني على المسرح ارمح افضل الف المسرح ده طول ما انا واقفه عليه. ايه الحيويه اللي ما شاء الله يعني ما تنقش بقى يعني كنت بتفضلي تتنططي وترقصي وتعملي حاجات غريبه. والله انا بعتبر انه المونولوجيست لازم يكون كده يعني تكون حركته رشيقه ويكون سريع الاداء. ليه؟ لان عاوز كده نفس المونولوج صفاته كده. كنت لابسه بقى جلابيه ومحزمه وسطك والعصايه وفتح وتهويشي الجمهور بانك هتضربيه بالعصايه وحاجات من واخلع عجرا والله ايام مجيده الحقيقه مدام سرايا. طيب ممكن نسمع مونولوج العيب ولو انه بتقولي من اواخر هذه الفتره اللي نلحقه خلاص يعني. لا هو ده يعني مش من الاواخر يعني هو بس بقى له يجي 15 سنه بس نسمعه. كمان مرة ما تستنى عيب اعمل معروف الناحية دي ما بتردش ليه لا مساحة يعني ساعدونا شوية كمان مرة يلا عيب اعمل معروف لا كويس أوي نستمر بقى على طول عيب اعمل معروف عيب ما انتش مكسوف عيب اعمل معروف عيب ما انتش مكسوف يا اخويا عيب يا عم عيب يا سيدي عيب Thank you.
بيتلخلق وبدلته بم بم سخسخ وعلى يطرقع في البال ويشكي من شدة حبه والنار عديك اللي في قلبه ما يطفيهاش إلا فلانة وفلانة قد عياله وحتى مش لايقاله ويقف لها قدام الباب ويقول لها بنتي هذا عذاب يا روميو عيد يا قيس عيد يا جد عيد عيد عامل معروف عيد ما انتش مكتوب عيد عامل معروف عيد ما انتش مكتوب يا اخويا عيد يا عم عيد يا سيد عيد يعني شوفي كمان وانت بتقدمي المونولوج وبتقولوا للجمهور لا لازم تردوا عليا وبعدين النحياري ما بتردش ليه طب ما هو يعني لازم تخفف ليه لانه هو نقدي يعني كفايه ان انا مثلا بشوف صفات يعني بتحصل في حياتنا اللي هو الراجل الكبير في السن اللي بيتجوز بنت صغيرة أقل منه في السن طبعا ده يعني عيب عيب قوي يعني غير مناسب فلازم أخفف ده شوية بأن أنا يعني أشغل الجمهور معاي طيب بقول المونولوج كان بيتقدم على المسارح الليلية دي اللي هو مسرح منوعات أسميه مسرح منوعات وكان اسمه إيه صالة بديعة صالة بديعة كازينو بديعة كان اسمه كازينو بديعة ده على الأواخر لما راحت كازينو أوبرا لما راح انما لما كانت في عماد الدين كان اسمها صالت بديعة صالت بديعة انا ما حضرتهاش في عماد الدين الحقيقة انا اتفرجت عليها شفت بقى انا تقول لي يا طنط اتفرجت عليها في الاوبرا في مسرح الاوبرا الحقيقة كان الملوك بتقدم امتى يعني ادينا كده تتابع العمل الفني بيبتدي بايه بتقولي كان بيبتدي بتمثيلية وبعدين مثلا بتطلع رقصة فردية وبعدين مثلا بيطلع فاصل مونولوج بعدين بيعملوا استعراض مثلا راقص من مجاميع شرقي فلون شرقي تابلو في مطرب من المطربين اللي انا قلت لك اساميهم دول هو اللي بيقدمه بيغني الفاصل ده وبعدين مثلا فاصل برضو مونولوجات يعني انا اتذكر ان احنا كنا حوالي 5-6 مونولوجيست في صالة واحدة يعني مش مونولوجيست واحد معقولة. يعني وكل دول كانوا مثلا أقول لك في مستوى نجاح واحد مش مثلا ده يطلع الأول عشان مستوى الفني أقل أو حاجات زي كده لا كانوا كلهم ناجحين لأن كان كل واحد له لون أو له طابع معين ناجح فيه مين كان معاكي في الوقت ده من المونولوجيست؟ كان معايا الله يرحمهم هما الاثنين أستاذنا أولا كلنا أنا بعتبره هو ملك المونولوج الله يرحمه الأستاذ سيد سليمان ده الأسمر وبعدين في الأستاذ إسماعيل ياسين كان زميل معايا برضو ده كان من عظيم طبعا
وكانت في السيدة فتحية محمود والسيدة فتحية شريف والسيدة عفيفة اسكندر الفنانة العراقية. كانت برضو مونولوجيست ومغنية حاليا يعني لم يمكن لما رجعت هي صوتها جميل فعلا. إنما هي آلة المونولوج هنا في مصر. الجيل ده الجيل اللي أنا طلعت عليه. وبعد دي دول بعد دول في كان مثلا عند مدام بديعة كان في الأخت وأختي فعلا السيدة بديعة صادق. والحقيقة يعني انت عارف كمحلات تانية يمكن ما عرفش فيه مين ومين ومين. بس أنا بقول لك في مكان واحد كان فيه ستة. شكوكو ما كانش معاكم؟ لا كان لسه ما ظهرش او ما اشتغلش في الصلاة معانا زي ما ابتدينا احنا. هو يمكن شكوكو اشتهر سنة 44 حاجة زي كده اول مونولوج ليه يا سفرفور واصفر يا سفر حاجة بيقول ورد عليه فل عليه هو علي. كان اول مونولوج يعني هو جاه في الفترة بعد كده بقى. بعد كده طب ممكن يعني تقولي كل واحد من هؤلاء المونولوجيست بيتميز بايه؟ يعني مثلا اسماعيل ياسين سيد سليمان الاول اللي هو الاستاذ. والله الاستاذ سيد سليمان كان بيطلع المسرح هو اسمر. ايوه يعني وبعدين من النوع اللي دمه خفيف جدا وما يبتسمش. يعني يطلع يعني جاد يعني يخش يؤدي اللون الفكاهي ده في قالب جاد خالص فيبقى مضحك الكلام بيبقى مضحك اكتر انك تقدمه في القالب ده. وبعدين عنده المقدرة انه تفهم هو عاوز يقول ايه وهو صامت. يعني في اثناء حتى الفصل المزيكا الصغيرة او اللازمة اللي موجودة بين الكوبليه والكوبليه هو بيمثلها. وشه معبر بشكل عجيب زي البانتومايم واسماعيل ياسين يمتاز بايه؟ اسماعيل ياسين كان بقى يمتاز بخفة الحركة. كان يعني حركته كبيرة وحكاية بقه استغلها طبعا. فكان خفيف الدم جدا والنكت هو اول ما نبتدع النكت يمكن مظبوط النكت تتقال كده على المسرح ويلاغي الجمهور ايوه ده. طيب شيكوكو في رأيك يتميز بإيه؟ يعني من عايز أقول حاجة يعني أصل المونولوج إن ما كانش فيه فكرة أو مثلا حاجة هدفة يعني أو مشكلة أو نقد أو حاجة اجتماعية يعني لازم يكون لازع يكون في موضوع بتتكلم عليه وحراق كمان يعني ما هو ده المونولوج. انا بستفيد من المونولوج ايه؟ انك بتديني مشكلة واحيانا بتديني حلها او بنقد شيء معيب في مجتمعنا. فده المونولوج الهادف. شكوكو لما طلع ما كانش بيقول ده. شكوكو طلع بلون اللي هو ابن البلد اللي يعني خارج خالص عن موضوع المونولوج. يعني اقرب الى الاغنيه الشعبيه الخفيفه المرحه. ويحط فيها حركات ويحط هو حركات وهو دمه خفيف جدا. انما ما قالش المونولوج الهادف ده. يمكن في الاواخر لما ابتدى يقول حاجات بسيطه. انما اللي هو اشتهر بيه وطلع بيه يعني مثلا زي ما عمل الاراجوز زي ما عمل كل ده انما عمل صور. ايوه انما المونولوج الهادف لازم ما كانش أفكار. هو ده شغلته الاصليه يعني. طيب قولي لي كده بعض الافكار الهادفه اللي انت كنت بتقوليها في مونولوجاتك زي ايه؟ والله انا لو تسمع كل مونولوجاتي هتلاقي في كل مونولوج في فكره او في مشكله. عاوزين امثله يا مدام ثريا. هقول لك مثلا في المونولوج اسمه ادي العيش لخبازه. ده مونولوج يعني فيه فكرتين موجوده فيه عن مثلا الناس البسطاء اللي علمهم على قد حلو يعني. يقول لك ايه مثلا عندها ابن وحيد وجات له الحصبه. ف
فتقول لك ايه صاحبتها بقى اللي جنبها او جارتها تقول لها يا اختي لحسيه عسل ولبسيه جلابيه حمراء ولفلفيه وحاجات زي كده. الوصفات البلدية اللي هي مؤذية اكتر ما هي مفيدة. ما انا بقول ده وبنصحها بانه بدل ما تعمل معاه كده والولد يروح منها, لا طب ما هو اسهل من كده انها توديه لدكتور اللي هو اختصاصي في حاجه زي كده. تدي العيش لخبازه, ودي العيش لخبازه. الكوبليه الثاني اللي فيه انه واحد عامل مخالفه او حادثه وبتاع, فبيقابل صاحبه بيقول له والله انا عندي يعني رايح المحكمه وحاجات زي كده, قال له لا ما تخافش انا اجي معاك وانا اطلعك, دي حاجات بسيطه وحاجات زي كده. فيروح معاه المحكمه, فطبعا ما بيتكلم بجهل, فيحبسه البريء ويطلعوا المتهم. طب ما هو في محامي, طب ما هو ده يعني هو ده اختصاصه, طب ما تلجأ اليه ودي العيش لخبازه فادي وهكذا. فكل مونولوجاتي هتبص تلاقي فيها الافكار اللي زي دي. خدعوك فقالوا خدعوك, والجان سابوا واتهموك. خدعوك فقالوا خدعوك, والجان سابوا واتهموك. خدعوك فقالوا ايه يعني وماله, وتهربوا منك وسابوك. خدعوك فقالوا خدعوك. وطريق الغنى معروف وبسيط, طب ودي فيها ايه لو الف جنيه تلطشهم كده وتهيص وتصيد. لسه بتعملها وزبطوك, طردوك يا عيني وحبسوك. حضرتك قلتي انه استاذكم سيد سليمان, قبل سيد سليمان ما تفتكريش؟ لا ما هو في بقى انا كنت اسمع طبعاً. كنت اسمع بقى مثلا انه استاذنا الكبير
ربنا يديله الصحة ويشفيه، الأستاذ يوسف وهبي. آه. كان بيقول المونولوج. آه. 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 والأستاذ الكبير الأستاذ حسن فايق. آه ربنا يديله الصحة. ربنا يشفيه. برضو كان بيقول المونولوج. المونولوج ده كان عريق قوي والناس بيحبوه قوي. المونولوج ده كان وقبل ما يبقى مونولوج يعني يمكن احنا نزل مستوى عن مثلا المستوى اللي كانوا بيقولوه أساتذتنا. آه. دول لانه كان مونولوج سياسي. آه سياسي. آه يعني بيحارب ال كان بيحارب الاستعمار وبتاع، يعني كانوا بيقولوا المونولوج ده سنة 19. آه. فيعني كان مونولوج سياسي صحيح احنا اقل منهم رتبة او اقل منهم، انه قلنا المونولوج الاجتماعي. آه. اقل شويه من. آه. المونولوج السياسي. هم كانوا بيحاربوا على طول بالمونولوج. آه كانوا بيحاربوا بالمونولوج. وبشارة وكيم اظن. لا بشارة وكيم كان ممثل. آه لا ما قالش مونولوج. لا ما قالش المونولوج. الاستاذ الكبير احسان عبد القدوس بابا. ايوه والده الاستاذ. أيوة. محمد عبد القدوس. ايوه مظبوط. كان من ضمن اللي كانوا بيقولوا المونولوج فعلا واشتهر بيه جدا فعلا. ومن اغرب الحاجات انه فكري أبازة يعني في احد التسجيلات برضو قال انه كان بيقدم المونولوج. مزبوط. كان بيروح في النادي الاهلي وفي وسط اصحاب، وكان الناس المحترمين يعني يكونوا قاعدين مع بعض في سهره، فواحد منهم يقوم واقف في نص المجموعه في الصالون ويقول المونولوج مثلا. مزبوط. فكري أبازة وغيره وغيره وغيره. مزبوط. آه. شوف ازاي قعد المونولوج ينحدر ينحدر لغايه ما بقى ايه للاسف الشديد. آه. طيب قبل ما نوصل للمونولوجيست الجداد اللي بعديكم. آه. عاوزين نسمع منك مونولوج بيعالج فكره تانية. وكنت انت المتهم هيبان عليك دغري الكسوف وياك تقول كانت
مدام سرعي، أين الآن مؤلفو المونولوج؟ مين اللي كان بيألف المونولوجات؟ أشهر مؤلفين والملحنين؟ لا شوف، الملحن يعني مأموريته بسيطة، إنما هو المؤلف ده الأهم. صح، لأن أي ملحن لما تديله كلام حلو هيطلع لحن حلو. ليه؟ لأن هيلاقي نفس الكلام اللي قدامه سلس ولطيف، هو هيلعب فيه زي ما يعجبه. إنما للأسف الشديد، صحيح في برضو كتاب ما نقدرش ننكر إنهم موجودين، يعني الأستاذ فتحي قورة ككاتب مونولوج من أحسن كتاب المونولوج، ودمه خفيف جدا. إنما حسيب غباشي بس بقوم قلة. يعني بقوم اتنين أو ثلاثة، لأن اللون اندثر، اللون يعني بيقل. معلش، إنما كان أيام ما طلعت أنا يعني كان في مثلا الأستاذ بديع خيري بيكتب مونولوج، كان الأستاذ أبو سعود الإبياري، كان بيرام التونسي، كان أمين صدقي، كان فتحي قورة، كان برضو معاهم. كل دول عمالقة كانوا بيكتبوا المونولوج. دلوقتي أصله عارفة كمان، لأنه المونولوج عاوز طاقة فنية كبيرة في الكتابة، عاوز واحد فيه سخرية مظبوط، ويكون هو نفسه أولا دمه خفيف، ساخر بيقول. فعلا بديع خيري يا ما قال، ونجيب ريحاني كان بيقول المونولوجات أحيانا، كان بيقول في المسرحيات الغنائية اللي كان بيعملها أيام. طيب بعد كده بقى، بعديكم مين الجيل اللي طلع؟ مين الجيل الحالي في المونولوج؟ والله هو الجيل الحالي في المونولوج أنا أعتبرهم كل المطربين والمطربات اللي طلعوا دلوقتي هم اللي بيقولوا المونولوج. برضه بتقولي منتهى السخرية الحالي، بتقولي بطريقة المونولوج يعني. طب والله فكرة لطيفة، أنت ليه ما تعمليش مونولوج تقولي فيه الحكاية دي؟ يعني يتكتب ويتقال فيه انه احنا ما احناش في حاجه لمونولوجيست جداد، على اساس ان كلهم دلوقتي بيقولوا مطربات الاغنيات الخفيفه بيقولوا المونولوج وتبقى تريقه يعني. والله يعني بقت عمليه سهله بالنسبه لهم، يعني حتى المونولوجيست اللي كانوا مونولوجيست قلبوا الى مطربات الاغنيه الخفيفه، الى الاغنيه الخفيفه يعني. يعني يمكن لصعوبه تاديه المونولوج، الحركة والإجهاد وإنك تدور على نص حلو. يعني أنا كنت أقعد مع المؤلف أدوخه سنة لحد ما أخد منه نص واحد كويس. يعني يعني تعتقدي إنه الأغنية الخفيفة طول ما كانت تعبر عن معنى عاطفي فهي مقبولة كأغنية، لكن لما ابتدت الأغنية الخفيفة تبقى كلام يضحك، ما خلاص وقربت قوي من المونولوج واندمجت فيه. وللأسف الشديد انه برضو المتفرج او المستمع ما بيطلعش بنتيجة من ده، انما لما بيسمع المونولوج بيطلع منه بفكرة. بيطلع منه بفكرة. لا، واللون مختلف يعني. يعني مثلا ايه عدوية لما يقول انا للأسف الشديد، يعني مع احترامي للأستاذ عدوية، انا للاسف الشديد لحد دلوقتي ما شفتوش ولا سمعتلوش حاجه. يمكن بسمع من الناس عنه، ده منتشر جدا، منتشر جدا، وبشوف يمكن ده جهل مني او تقصير مني. هو انما للاسف يعني ما عنديش فكره. هو برضه بيعمل يعني مثلا يقول احنا اللي دهنا الهوا دوكو، يعني كلام مضحك، كلام مضحك بس دي بس بغير طريقه المونولوج. لا يعني كحاجه شعبيه يمكن. وبرضو المطربات الأغاني الخفيفة أيضا دخلوا في الجو على قدر ما يعني، بقدر ما يعني. يعني أنت تعتقد أن دول اللي قتلوا المونولوج يعني ولا إيه؟ والله لا، أصل اللي له صفة واللي له كيان مهما طلع ما فيش حاجة بتغطيه يعني، مدام هو متمكن من نفسه. إنما بقى المجال ضيق بالنسبة لتأدية المونولوج. المونولوج المحترم يعني. طيب. مش المونولوج التهريجي. طيب هتقوله فين؟ ايه المكان اللي ممكن انك تأدي فيه المونولوج؟ ازاي ده؟ انا مدام سرية بشوف انه التلفزيون هو المجال الحقيقي للمونولوج، لان الراديو ما هوش المجال الحقيقي للمونولوج. انا المونولوج حركه، وواحد بتنطط وانت ماسكه العصايه ولابسه جلابيه راجل بلدي وقاعده متحزمه، ده كله عاوز صوره، ده عاوز تلفزيون. ده مظبوط، بس للاسف انه
ما حدش استغل المونولوج في الأجهزة دي. يعني الجهاز ده بالذات ما خلقش مونولوجيست، ما عملش مونولوج، بالعكس. حتى في لما بيجوا يعملوا أي تسجيلات من منوعات ما بينزلوش مونولوج. يعني يمكن كل كذا فترة يروحوا منزلين مثلا للأستاذ شكوكو مونولوج من حفلات خارجية مش مسجل تلفزيوني كمان. طب انت ايه رايك في المونولوجيست الجداد مثلا زي احمد غانم ومين الجزاوي ده اللي انتهى كمان نهائيا؟ كان لون في وقته صعيدي، كان لون في وقته ونجح صحيح فتره وبعدين هو يعني اختفى. نسينا احنا كمان من مونولوجيست الاقطار الشقيقه الياس مؤدب الله يرحمه. هو لا، ما هوش من اقطار شقيقه، الياس مؤدب مصري. والله الياس مؤدب. بس ايام ما توفى الاستاذ بشاره وكيم اخذوا الاستاذ الياس مؤدب عشان يحل محله، بالنسبه انه بيعرف اللغه اللبنانيه او السوريه. واصله يعني اصلا مثلا سوري او لبناني، انما هو كان مصري. كان عايش في مصر يعني. كان عايش في مصر. ده اصله افتكرته بمناسبه المونولوج اللي لحنه عبد الوهاب اللي كان في مش عارف من كسرت قلبي ونار قلبي اللي طلعوا فيه كل المونولوجيست تقريبا كان شكوكو واسماعيل ياسين والياس مؤدب وعزيز عثمان. وكان عزيز عثمان. كان مونولوج رائع الحقيقه. هو 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 كان عرض. استعراض. استعراض. هو استعراض رائع. عدم ليلى مراد. استعراض رائع الحقيقه. هو برضو المسرح اللي بيقدم الاستعراض وبيقدم المونولوج، مادام هو تقهقر يبقى لازم المونولوج يتقهقر. ده طبيعي. ده طبيعي. وياريت يكون عندنا، يعني لو نفكر شوية، عملنا مثلا مسرح درامي، عملنا مسرح كوميدي، عملنا مسرح استعراضي اللي هو البالون، عملنا السامر، عملنا فنون شعبية، عملنا الباليه، ما عملناش المسرح الترفيهي اللي هو بيجمع المنوعات دي. ما كلمناش على احمد غانم، ايه رايك الجداد عموما احمد غانم ومين؟ هو في سيد الملاح. سيد الملاح. في تيتا صالح. هم دول ما هماش جداد يعني. بس هم دول اللي هم مستمرين، لازالوا مستمرين. سيداتي ونساتي سادتي، نحن ننزل محكمة الفن، ومحكمة الفن هذه محكمة تسمع ولا تقرأ. سنادي على المتهم الأول، الفنان الأستاذ فريد الأطرش. تقدم. قل لي يا فريد، أنت متهم بالغناء عمدا مع سبق التلحين والترصد، فما قولك؟ اسمع لما اقولك، ولا اقولك مش هقولك، ما انت عارف يا يوسف قصدي ايه. قصدي ايه من غير ما اقولك. يعني مش عاوز تعترف لهيئة المحكمة؟ اتكلم، ايه الحكاية؟ حكاية غرامي، حكاية طويلة. مالي وما الحكاية طويلة؟ اختصر وإلا سأحكم عليك. طيب، حكمة المحكمة على الأستاذ فريد بأن يزج في مسلسلة غنائية 30 حلقة. مش كفاية يا حبيبي، مش كفاية. إذن أنت بتتحدى المحكمة؟ فحكمة المحكمة على الأستاذ فريد فأن يزج في هذه المسلسلة مؤبد. يا رب إيه العمل دي؟ حكمتك نردردردرد مطرب ومالي أمل غير رحمتك يا رب. طب كفاية. وفي طبعا لبلبة، بس لبلبة برضو تحولت الى مطربة اغنية خفيفة. ما استمرتش على المونولوج.
في سعاد احمد. ادي بس اللي بقول بتذكر. المونولوج باللون اللي حضرتك كنت بتقدميه, او مش انا بس مجموعتنا انت يعني واسماعيل ياسين بالذات اللون ده مش موجود. لا مش موجود, وبالذات مش موجود بالنسبه للمراه. انا ما شفتش واحده بتقدم المونولوج بلونك بالحيويه دي حقيقه. يمكن سعاد احمد كانت تقليد يعني, كانت مقلد. لكن انت كحاجه اوريجينال الاسلوب ده في تقديم المونولوجات ما جاش تاني. ومش عارف ليه المونولوج السيدات ما بيقربوش منه كتير يعني. ما هو عموما بقول لك هو اللي صعوبته هو صعب مش سهل. صعب ومجهد وعاوز الرأس والحركة وال قبل ده وده انه عاوز يعني يمكن كل فن او كل فنان ان اول شيء بالنسبة له انه يبقى مدام في بينه وبين الجمهور استلطاف يبقى مهما قال هيبقى مبسوط منه. دي او يمكن اللي هي الماس الكهربائي اللي بيبقى بين الواحد والواحد انه الشرارة. مدام سرية واضح انك انت ست قلبك طيب وقلبك كبير يعني. حتى دلوقتي في تليفون وانا سامعك بتكلمي واحدة صديقتك وبتهديها وتقول لها صبوري واستحملي وبتاع. ما هو ده لازم. لا الحقيقة الواحد يعني الحياة بتفتقد احيانا. انا اعتقد انه الفنان يعني عنده زيادة حساسية عن الانسان العادي. فيمكن ده ميزة الفن. مش تعتقدي انه الفنان بتاع فترة مضت يمكن كان اكثر وفاءا واكثر اخلاصا, والعلاقات الزماله اللي كانت بتجمعهم قد ايه والاخلاص دي كانت حاجه تانية بقى. لان دي كنا بنبقى عيله يعني. انا لان كنا بنقعد مثلا في وقت العمل اكتر ما بنقعد في بيوتنا. فدي كانت يعني رغم ان كان في تنافس وكل حاجه. لا بس كان تنافس شريف بالنسبه للعمل بس. انما مش بالنسبه للشخصيه نفسها. دلوقتي التنافس بيدخل فيه شيء من المرارة شوية. لا حاليا يمكن الفن دخل فيه الماديات أكتر من الفن. لا يعني هو الرعيل الأول كان بيبص للفن بصة تقديس. للفن تقديس. احنا متشكرين ليكي قوي وبنتمنى لك كل صحة وكل سعادة وكل ألف توفيق. شكري فن. أيها السادة, مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.